بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 45 بتقول locate the centroid x bar y bar z bar of the wire. الواير ده هنقسمه لكذا جزء، كل جزء هنجيب له centroid، بعد كده هنجيب السنترويد للواير كله. السنترويد الاكس سنترويد بتساوي summation الاكس بار في ال على summation ال. summation ال هو مجموع اطوال الاضلاع، يعني ده الطول ده 100، الطول ده 200، الطول ده 400، الطول ده كذا، هجمعهم على بعض هجيب ايه؟ summation ال. طيب الاكس بار ال هو حاصل ضرب الاكس سنترويد لكل خط في طول الخط. هجيب اكس بار للخط مثلا اللي هو من الاوريجين لغايه هنا، الاكس بار بتاعته هيبقى مثلا ايه 100 في طول الضلع، وبعد كده الاكس بار للضلع اللي هو على شكل ربع دايره في ال في طول، وبعد كده الاكس بار لطول الضلع، اكس بار للضلع الثالث في طوله، وبعد كده الاكس بار للضلع الرابع في طوله. بعد كده هقسم على مجموع اطوال الاضلاع. مجموع اطوال الاضلاع انا الاول هجيب اشوف كل ضلع عندي بكام. اول ضلع عندي هو بادئ من الاوريجين لغايه ما وصلنا لهنا اللي هو الضلع ده كده، الضلع ده على موجود على الايه الواي اكسس، طوله كام؟ طوله 200 اللي هو نصف قطر ايه الدايره دي، ربع دايره نصف قطرها 200 ملي متر، من هنا لهنا 200، ومن هنا لهنا 200، ومن هنا لهنا 200، من السنتر لاي نقطه على محيط الدايره بتساوي نص القطر، يبقى طول الضلع الاول 200 ملي متر، طول الضلع الاول 200 ملي متر. طيب الاكس بار والواي بار والزد بار للضلع الاول، الضلع الاول اهو بيقع على الواي اكسس، بيقع على محور الواي، يبقى الاكس والزد بزيرو، ما مشيناش حاجه في الاكس والزد. طيب اي خط السنتروي بتاعه بيبقى فين؟ بيبقى في المنتصف طالما هو خط ايه متجانس او لاين ايه متجانس، طيب واير متجانس. طيب يبقى ده، طب ده طوله 200، يبقى ده هيبقى 100 من هنا و100 من هنا، 100 من هنا و100 من هنا، يبقى هنا ادى الزيرو لغايه ما اوصل لمنتصفه هيبقى ب100، يبقى الواي بار ب100 والاكس والزد بزيرو، ادى الاكس بزيرو والزد بزيرو والواي بار ب100. طيب تاني ضلع عندنا اللي هو الكيرف او ربع الدايره، ربع الدايره انا عارف ان محيط الدايره بيساوي 2 باي ناك، يبقى ربع الدايره هيبقى محيطها او طولها هيبقى 2 باي ناك على 4، 2 باي ناك على 4، يبقى 2 في باي في ناك اللي هو 200 على ال 4 في. طيب ده ايه طول اللي هو ربع الدايره. طيب بعد كده اللي هو الاكس بار، الاكس بار ل ربع الدايره، اتفقنا لما يكون عندنا ربع دايره استنتجنا القانون او القانون ده استنتجناه، لما يكون عندنا ربع دايره ده مثلا دي الاكس وده الواي، بيبقى السنترويد لللاين على شكل ربع دايره بيبقى 2 ار على الباي في الاكس و2 ار على باي برضو في الواي، يعني مثلا هيبقى في النقطه دي 2 ار على باي، يعني المسافه من هنا من الاوريجين لغايه النقطه 2 ار على باي، وبرده من الاكس اكسس او من الاوريجين لغايه النقطه 2 ار على باي في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. يبقى كده انا قدرت اعرف ايه هو موقع في المستوى اكس واي، يبقى الاكس بار هيبقى ب2 ار على باي، 2 في ار اللي هو 200 على باي، والواي بار برده هيبقى ب2 في الار 200 على الباي، هو واقع في المستوى اكس واي، يبقى ملوش دعوه بالزد، ما مشيناش في الزد خالص، يبقى الزد بار بزيرو. رقم 3 اللي هو الضلع دوت، الضلع ده طوله كام؟ هو مديهولي ايه 400 مللي متر. بعد كده الاكس بار للضلع، انا الضلع ده في المستوى موجود في المستوى اكس زد، يبقى الواي بار بزيرو، مشينا ملناش دعوه بالواي، هو احنا في المستوى ده اللي هو الاكس زد. طيب المستوى ده او الضلع ده هيبقى السنترويد له في المنتصف، يبقى الواي بار هيبقى بزيرو، اهو الواي بار هيبقى بزيرو، مالناش دعوه بالواي لان هو في المستوى اكس زد، خلاص حددنا المستوى اللي هو فيه. الاكس بار هيبقى من هنا لغايه هنا هيبقى 200،
علشان ادي النقطة اهي، النقطة السنترويد اهو، علشان اوصل لها من خلال الاوريجين في اتجاه الاكس همشي المسافة دي، والمسافة دي هي المسافة دي اللي هي 200 ملي متر. يبقى رقم 3 الاكس بار ب 200 ملي متر، والواي بار قلنا بزيرو. طيب الزد بار انا همشي منين لفين؟ همشي من الاكس اكسس او من الاوريجين، هطلع كام؟ هطلع نص المسافة اللي هي 400، يعني من هنا لهنا هيبقى 200 ملي متر. ده رقم 3. رقم 4 اللي هو الضلع ده كده، الضلع اللي هو المايل ده، الضلع ده موجود في المثلث القائم. انا عندي ده موازي للزد، يبقى الزد اكيد هيبقى عمودي على محور، الزد اكيد هيبقى عمودي على المستوى اكس واي او عمودي على محور اكس، كل محور بيبقى عمودي على على المحور الاخر وعمودي على المستوى اللي بيحوي الايه المحورين التانيين. طيب يبقى الزد عمودي على الاكس، يبقى انا عندي مثلث قائم، يبقى الوتر اللي هو المقابل للزاوية القائمة في المثلث القائم بيساوي الجذر التربيعي للضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. طب الضلع الأول هو نصف القطر اللي هو 200 ملم، الضلع الثاني اللي هو 400، يبقى الجذر التربيعي ل 200 تربيع زائد 400 تربيع. الإكس بار طبعا هيبقى ده لاين، يبقى السنترويد هيبقى في المنتصف هنا. طيب الإكس بار همشي قد إيه بقى؟ أنا عندي المسافة دي كلها 200 والمسافة دي كلها 200. طيب النقطة دي في المنتصف والنقطة دي برضو اللي هي سنترويد لللاين 400 في المنتصف. لو وصلت النقطتين ببعض يبقى أنا هطبق علاقة قديمة كنت أعرفها، إن لو عندي خط بيصل بين نقطتين، هذا المثلث أهو، وخط بيصل بين نقطتين، النقطتين دول بينصفوا إيه الضلعين اللي هو مثلا ألف ب د. النقطة دي بتنصف الضلع ده والنقطة دي بتنصف الضلع ده، فالضلع ده اللي هو اللي أنا رسمته ده هيوازي الضلع التالت وهيساوي نصه. طب الضلع التالت ده أنا عارف إن هو ب200، يبقى الضلع ده كام؟ الضلع ده 100، يبقى المسافة دي كده 100، يبقى فاضل كام بقى من 100؟ فاضل من هنا لهنا من الزد أو من الأوريجين لغاية ما أوصل للسنترويد للضلع ده كام؟ هيبقى المسافة اللي فاضلة اللي هي أنا خدت 100، يبقى فاضل من ده كام؟ فاضل من ده 100 كمان، أو فاضل هنا 100 كمان. طيب يبقى إيه كده؟ أنا عرفت الإيه؟ الإكس بار ب100 والواي بار بزيرو طبعًا، لأن أنا الواي بار بزيرو لأن أنا في المستوى إكس زد. طب الزد بار بكام؟ الزد بار أنا همشي في اتجاه الزد لغاية ما أوصل للسنترويد، أدا السنترويد أهو اللي هو مقابل النقطة دي أهو. همشي كام؟ انا هطلع كده من المستوى اكس واي لحد ما اوصل للنقطه، طلعت كام؟ طلعت المسافه دي اللي هي بتساوي المسافه دي اللي هي بتساوي المسافه دي اللي هي بتساوي نص 400 اللي هي بتساوي 200. كده انا قدرت احدد الاكس بار واي بار وزد بار لكل ضلع، وقدرت احدد اطوال الاضلاع. يبقى وممكن احسب كمان سميشن ال هيطلع ب 3000 1361.37، دي مجموع اطوال الاضلاع. بعد كده هضرب الاكس بار في ال ال هنا 0 في 200 اهو 0 في 200، هضرب بقى ايه؟ هجيب سميشن اكس بار ال، هجيب اكس بار ال لكل ضلع واقسم المجموع على مجموع اطوال الاضلاع. الاكس بار ال لاول ضلع هيبقى 0 في 200، اكس بار ال لثاني ضلع هيبقى ايه؟ 2 في 200 على باي في 2 باي على في 200 على 4 اللي هو الجزء ده كده. بعد كده هيبقى 200 في 400، 200 في 400، بعد كده هيبقى 100 في جذر 200 تربيع زائد 400 تربيع اهو. ده بالنسبه للايه؟ الاكس بار على مجموع اطوال الاضلاع طلع ب 121، والواي بار كذلك برضه سميش مجموع الواي بار ال على مجموع ال، مجموع ال ثابت هنا وهنا وهنا 1361. سميشن واي بار ال، يبقى انا هضرب واي بار في ال ال 100 في 200، 100 في 200، 2 في بعد كده هضرب في اللي هو 2 في 200 على باي في 2 باي في 200 على 4 اللي هو الجزء ده كده. بعد كده هضرب ايه؟ 0 في 400، بعد كده 0 في جذر، يبقى 0 يبقى 0 هنا و0 هنا. بعد كده على مجموع اطوال الاضلاع يبقى 44.1. بعد كده الزد بار اللي هو سميشن زد بار على سميشن ال ال، سميشن ال اللي هو 1361 ثابت في التلاته، وسميشن زد بار ال اللي هو هيبقى
زد بار في ضلع بزيرو في 200 بزيرو، زيرو في المقدار ده بزيرو، 200 في 400 و 200 في جذر 200 تربيع، ده 200 في 400 و 200 في جذر 200 تربيع زائد 400 تربيع. الاكس بار طلع بكذا والواي بار بالآلة والزد بار طلعت بكذا. كده انا قدرت اجيب اللي هو الاكس بار زد بار واي بار اللي هو السنترويد لللاين ده. كده المسألة انتهت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد، ومع السلامة.